جسر اللوزي تحت وراق الفي على جسر اللوزي تحت وراق الفي تقب الغرب وطاب النوم أخذت الو الان كيفك؟ ماشي الحال، انت كيفك؟ ايه والله قبل ما اجي على الشغل اليوم مرقت على البوم ودخيلك شغل مع شد بطلقتي. ايه والله شو اخبارك؟ كيف العيلة؟ لا والله مش قادر اليوم، عازم مرتي على الغدا. ماشي 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 يا دكتور. شو الغدا اليوم؟ طيب ليك شو ما تعمل شيء، هلا بمر عليك على البيت بس خلص الشغل وبنروح نتغدى سوا. ماشي؟ ايه اوكي. ايه يلا اوكي ناطريتك. ما تتأخر. اوكي باي حبيبي باي. ربينا وسط التنكة أخت العيش.
الان. اوكي حياتي، ايه قصة البنك؟ ايه اجار البيت؟ ايه اجار الستلايت؟ ايه اجار الكهرباء؟ حياتي لينا بيتان. معقول انا نقلي ساعة عم جهز حالي واخر شي بتجي بتقلي قلي لي بيتان وبتجيب لي 100 فاتورة قدامي وبتقلي شو هالحكي هذا؟ مش معقول انت عن جد؟ يعني عن جد حياتي معك صرت كتير مقرفة، واخر شي بتقلي فوتي اعملي بيتان وقلي ساعة مظبطة حالي واقفة قدامك. وانا عن جد ما بعرف كيف انت خليك هيك بلا 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 غدا بلا شي واستفل عن جد حالي تنام لانه خلص قرفت من هالحياة. بلا بلا غدا اليوم يا حياتي قولي شوي يا شباب شو غدا اليوم؟ شو بعمل لك انا حبيت ومش قادر افتح لك بيت شو بعمل لك انا حبيت ومش قادر افتح لك بيت لبيت